المقبرة الثالثة نفس الاورينتيشن بتاع المقبرة الثانية والأولى، إن هي من ساوث من نورث، لكن هي بتختلف في الديزاين بتاعها في حاجتين مهمين جدا. أول حاجة الستيركيس يقال إن هو كان بولتد، بس طبعا يقال إن السقف بتاعه يعني إيه حصل له انهيار. لكن لو تلاحظتوا إن الستيركيس إتس أوبننج دايركتلي تو ذا أوبن كورت، راح يمين ولا شمال، راح إيه داخل على طول على الأوبن كورت. الأوبن كورت بتتميز إن هي أكتر من تلتين مساحة المقبرة أوبن كورت، صح؟ أكتر من تلتين مساحة المقبرة أوبن كورت، وده يعتبر جديد، يعني هي مختلفة شوية في الديزاين بتاعها عن المقبرة الرقم واحد واثنين. دي حاجة. تاني حاجة، يقال إن المكان هنا كان مزروع، يقال إن كان فيه جاردن، والناس يعني عولت على الرأي دوت بسبب إيه؟ بسبب إن هم لقوا كاتنز، شايفين الكاتنز دي في الأرض، يقال إن هي كانت أماكن كده small water canals، إن هي المكان كان يبقى cultivated as a garden، وزي ما قلنا إن المقابر دي كانت جزء من البريسيس، فممكن يكون رأي دوت إيه مقبول على الجزء دوت أو على الناحية ديت الجزء الجنوبي. الجزء الجنوبي هو عبارة عن نيش حنية خلاص محفورة بتاخد شكل نصف دائرة، والديزاين ده او الستايل ده بنقول عليه اكسترا، اكسترا اللي هي عبارة عن نيش كبير يبقى محفور في الحيطة نصف دائرة. ويقال ان النيش دي كانت بتستخدم لوضع الادوات الطقسية المختلفة، يبقى in the southern side هنلاقي ايه الاكسيدرا دي. طب في النورثن سايد لا، يقال ان هي دي مجرد مش بتتحط فيها الايه البينري او الهايبرد. عندنا تو اوبننجز هنا، بس مفيش حد يدخل معلش خطر، بس هنا تو اوبننجز شايفينهم، المفروض ان هما بيأدوا لسلالم لفين بقى؟ البروستس والايكس. البروستس اللي هو بقاياها هنا، ولكن هنا التر، والايكس اللي ورا اللي فيها بقايا السرير الجنسي، شايفينه؟ ايوه. خلاص. تصميم برضو من الحاجات المختلفه في هذه المقبره ايه؟ ان البروستس والايكس اللي هي المين بيريال يونت معموله على شكل ايه؟ بوديوم، على بوديوم او على حاجه عاليه. فده برضو مختلف عن المقبره ايه؟ واحد واثنين. ماشي؟ اوكي يا شباب؟ مفهومه الجزئيه دي؟ طيب تعالوا نقف في الظل كده نشرحها بالانجلش. يلا بسرعة 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 بسرعة. طيب this is tomb number 3 خلاص among the 4 tombs of مصطفى كامل. This tomb is different from tomb number 1 and tomb number 3 in 3 main things. First of all, the staircase is leading directly to the open court without being bent either to the right or to the left. Plus, it opens directly to the open court. This is number 1. Number 2, the open court here comprises about 2/3 of the space of the original tomb. بتحوي اكتر من تلتين مساحة المقبرة open court. خلاص؟ يبقى the most biggest part of this tomb is the open court comprising 2/3 خلاص؟ اكتر من تلتين مساحة المقبرة the size of the tomb number 3. Some scholars confirm that the open court here was once cultivated as a garden. They confirm this hypothesis because of discovering cuttings in the ground which were probably used as water canals for cultivating this place as a garden. Amen? In the northern southern part, we can find a big niche cut in the wall. And when we find a niche, a big niche cut in the wall, it was called exedra. Okay? So the exedra means a niche cut in the wall, and we can find at the back walls different niches probably used to preserve the hydra vases or to preserve the different funerary objects
which were used during the libation or which were used during the funerary banquets. After that, on the lateral sides of the garden or the open court from this to the right and to the left, we have five two doors leading to small doorways, and after that we enter the Iba'at, the main burial unit containing two rooms following each other in the Prostis and Oikos. Okay, the third different thing in this tomb is having the burial unit on a podium, on a high place. Okay, and we can find here Iba'at. Between every column and the other, we have the shape of windows and doors. Windows and doors. And this was one of the decorative elements which was used in the Greek architecture and also in the Alexandrian architecture. خلاص؟ وبرضه مش يعني برضه هنفرق في الكونسيبت ما بينها وما بين الترديشنال ايجيبشن فولستون. خلاص؟ دي ليها كونسيبت ودي ليها كونسيبت مختلف. After that, we enter the prostis, and the prostis we can find in the central part of it an altar, and finally the oikos. The oikos here houses a cleaner sarcophagus. A cleaner sarcophagus is a sarcophagus, a shape of a Greek tomb, taking a sarcophagus, يعني تابوت, having the shape of a bed. Even the cushions are carved in stone. ماشي شباب؟